السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على محرز وين يدخل التاريخ دور الإنجليزي من أبواب الواسعة، من الباب الواسع كانتقالاته، انتقال مانشستر سيتي وين فانيك حطم أرقام ست ألقاب في عام، والقادم أحسن من الماضي، باش يكون على بالكم. القادم أحسن من الماضي، حاجة لا جاية للرياض محرز، قال هذو ستة غادي ننساوهم يدخلوا في التاريخ، هذو ستة غادي يدخلوا في التاريخ ونبداو نحسبوا من جديد. نفرحوا محرز وين دخل اللاعب الدولي والنجم رقم واحد في الجزائر عبر العصور، من بعد اختراع كرة القدم هنا في الجزائر، من بعد باش يخترع كرة القدم هنا في الجزائر، أيا باش محرز هو الأحسن، خاطش بالشيخ هو اللي اخترع كرة القدم هنا في الجزائر، هو اللي رقعها، أيا كي جابوها هنا صابها مقطعة هو اللي رقعها، كانت البالو كيما هاكا هو سقمها، باش يكون على بالكم كيفاش. ونزيدو وين دخل اللاعب الدولي والنجم رقم واحد في الجزائر رياض محرز، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التاريخ دور الإنجليزي الممتاز من الباب الواسع، بعدما دوينا اسمه بالحروف من ذهب، إذ يعد رياض محرز يبقى من أحسن 10 صفقات تمت إبرامها شو ضروك تاني خبر على بالكم. عواشري هذاك، سمحونا دقيقة عواشري مباشرة نعطوكم حنايا دقيقة بالاخر. عادل عواشري اوكي، ياسر العروسي اوكي، خاطش الناس كلها قاعد في دارو راه يخدم، هذه من عند بالماضي، اوكي من عند بالماضي، هذه من عند بالماضي، خاطش اخبار هذا من عند بالماضي، صايك عادل عويشيش اوكي، ياسر العروسي اوكي، ايوا هذو جاوني اخبار غير دروك رانا نقول لكم عليهم، صايك كما قلت لكم قبل الكوب دافريك على عادل عواشيش، قلت لكم صايك راه عاطي مبدئيا صايك، راه زاد ياسر العروسي فينك اوكي اليوم بعد المقابله عطى لوكي تاعه. وين نعاودو نولو، رياض محرز يبقى من اغلى 10 صفقات تم ابرامها في لو برومي ليغ على مر التاريخ، رغم ان القائمه تضم العديد من اللاعبين الممتازين تركوا بصمتهم في النوادي التي لعبوا لها، بينما انضمام رياض محرز الى القائمه في ظرف وجيز جدا بعد ان كان اسمه مغمور 2014 وكلش قبل بضع سنوات فقط، وحسب القائمه التي وضعها موقع ترانسفير ماركت، هذه هي اللي تكتب هي الموقع هذا تاع ترانسفير ماركت المير، مختصة في إحصائيات اللاعبين وقيمتهم المالية، فقد حل محرز في المركز 9 كأغلى صفقة في الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، وذلك بعد انتقال الدولي الجزائري في الصيف الماضي من ليستر سيتي الإنجليزي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد مدة 5 سنوات مقابل 67.8 مليون يورو، وكان محرز قد انضم إلى ليستر في الشتاء عام
2014 من نادي لوهار في الفرنسي مقابل 50,000 يورو فقط، وقاده من رياض محرز قاد لايستر سيتي إلى الصعود في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يساهم في تحقيق اللقب التاريخي عام 2016. رياض محرز كان هذا اللعاب باش يكون باش هذا رياض محرز مثل للذراري هذا مثل يبني جوامع يبني سبيطارات، هذا مشي مثل قاعد لك في بلاطو قاعد يعرف الناس، لا هذا صح مثل الأطفال تاع دروك كيفاش ينجح كيفاش يبني جوامع كيفاش يبني سبيطارات يبني شو، هذا مثل. نعود له بعد انتقاله الى السيتي شهدت مسيرة محرز تحول كبير سواء مع فريقه الجديد مانشستر سيتي أو مع المنتخب الوطني، حيث توج بأربع ألقاب مع ناديه في موسم الماضي، وفي كأس درع الخيري كأس رابطة الإنجليز للمحترفين كأس الدرع الخيري كأس اتحاد الإنجليزي لقب الدوري قبل أن وين شنا كيفاش نروحوا للكأس أمم إفريقيا 2019 مع الخوض في مصر يوم 19 جويلية، اللي غادي يبقى راسخ في أذهان كل جزائري وكل محب للجزائر. وعلى المستوى القاري حل محرز في المركز الثاني كأغلى صفقة بعد الإيفواري الذي جرده من عرشه مؤخرا إثر انتقاله من ليل الفرنسي إلى أرسنال الإنجليزي مقابل 80 مليون يورو، وحل على رأس القائمة أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الفرنسي بوغبا الذي انتقل من جوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو، متبوع بالبلجيكي لوكاكو من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد مقابل 48.7 مليون يورو، ثم الهولندي فان ديك الذي انضم إلى ليفربول من ثم 84.6 مليون، ثم الحارس الإسباني من أتلتيكو بيلباو الإسباني إلى تشيلسي مقابل 80 مليون يورو، وين بيبي من ليل فرنسي إلى أرسنال مقابل 80 مليون، ثم البلجيكي دي بروين من ألمانيا إلى مانشستر سيتي مقابل 76 مليون يورو، والأرجنتيني دي ماريا من ريال مدريد الإسباني إلى مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو، متبوع بالإسباني من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى مانشستر سيتي ب 70 مليون يورو، ثم رياض محرز ب 67.8 مليون يورو، وأخيرا الإسباني موراتا من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى تشيلسي مقابل 66 مليون يورو. بينما تراجع المصري محمد صلاح وخرج من قائمة، حيث كان قد انتقل إلى ليفربول الإنجليزي مقابل قبل موسمين مقابل 42 مليون يورو فقط، لكن قيمته في السوق تحولت هذا اللعاب وإن تجاوزت حاليا 100 مليون يورو. أما رياض محرز فيبقى ب 100، والقيمة هذه كل الشروط تاعهم كاين واحد الشروط يديروهم على بالك، رياض محرز ب 145 مليون يورو على بالك، كاين واحد الانتقال هما يعرفوهم، يعني رياض محرز مازال بارمي لي برومي 10 الاوائل باش يكون على بالكم، من اغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم الانجليزية منذ تأسيسها، خاصة مانشستر سيتي.
هذا هو رياض محرز اللي دخل للانجليز ب 50 ألف أورو، اصبح من اغنى اللاعبين في الانجليز. تحيه الجزائر. وهذا مثل رياض محرز، مثل باباه، قلت لك باباه، اما قريت لهنا اخوك سموه ياسر العروسي باباه، هو اللي يتكلم مع هو اللي يتكلم مع بالماضي، كلش يوصل. هو اللي يتكلم باباه، تكلم مع بالماضي، عطاه كما يقول لك الامان باللي ولديها في الجزائر. حنا نعاود نقولوا رياض محرز هذا يكون مثل للجزائريين، هذه هي صحيتو ربي يحفظكم.